أخت كاثرين، اليوم أكيد في كتير ناس بيبعتوا لنا رسائل صلاة، طلب للصلاة من أجل أمراض السرطان، وعم بشوف أنه هذا المرض يعني بكثرة في هذه الأيام. لكن برضو كتبت أنت من خلال المقالات بالفيسبوك، لاحظت لما ذكرت قصة الرب يسوع لما ذهب لبيت عنيا وقال للعازر، العازر مات وكان موجود في القبر 4 أيام وقد أنتن، لكن المسيح قال لعازر ألم خارجا. أعطيني بس المحتوى، إيش الفكرة من وراء الموضوع؟ يعني الفكرة من وراء الموضوع إنه لو فقدت الأمل، يعني شخص مات 4 أيام في القبر، ريحته طلعت، حتى شاركت على الفيسبوك انه اتحللت الكلية، اتجلط الدم، كل الجسم، كل اعضاء الجسم خربت عضو ورا عضو، خلص انت ريحته طلعت، فيش منه ولا امل ولا واحد في خلص مات. لكن الرب يسوع قال له عازر هلم خارجا. الشفاء والحياة بكلمة يسوع، بكلمته في أمل، دايما في أمل. لو شايف وضعك خلص إنه أنا انتشر السرطان في كل جسدي، أصلا الدكاترة قالوا فيش أمل، يعني فيش إلي أمل وأنا رايح أموت، لا ما تفقد الأمل. عنا عدة أمثلة، وأكبر مثال إقامة ميت من موته بعد 4 أيام. فهاليلويا هاليلويا، قادر إنه يقيمنا في وقت فيش فيه أمل نهائياً.